السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رغم المذاق المر الذي تمتاز به النبتة الآسيوية الأصل، إلا أن فوائدها الطبية تجعل منها خيارا غذائيا مهما، حيث أنه من خلال غناها بالألياف الغذائية التي تغطي حوالي 8% من احتياجات الجسم في اليوم لكل 94 غراما، فهي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم. في حين باحتوائها على العديد من مضادات الأكسدة، فهي تقي الجسم من أنواع كثيرة من الأورام. ولكن ما يلفت الانتباه لنبتتنا بشدة هو توفرها على مركب البوليبيبتيد بي الذي يشبه هرمون الأنسولين من حيث خصائصه المخفضة لجلوكوز الدم. فوفق بحث نشر عام 2020 بمجلة المغذيات، فإن مرضى السكري الذين تلقوا كبسولتين من مستخلص القرع الغني بالبوليبيبتيد بي قبل الغذاء والعشاء طيلة 3 أشهر، لوحظ لديهم تحسن كبير في نسب سكر الدم بدءا من الشهر الأول. وبالإضافة لهذا كله، فإن انخفاض المؤشر والحمل الجليسيميان لقرع موضوعنا يدرجانه ضمن الخيارات الناجعة لمرضى الداء. ومن هنا، فإن كنت ترغب في الاستفادة من خصائص نبتتنا، فما عليك إلا مزجها مع الفواكه بالخلاط الكهربائي وشربها على شكل عصير، أو طهوها كباقي الخضروات بكل بساطة. وختاما لحلقتنا، نرجو أن نكون قد أفدناك عزيزي المشاهد بهذه المعلومات حول القرع المر. وإلى موضوع قادم إن شاء الله، دمت ومن تحب بصحة وعافية.